لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. فأنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، وده يرد بعقله وده ينكر بعقله، يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقول البشر. مرحب بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل. حلقتنا النهاردة معركة أين الله الجزء 36، وما زلنا مستمرين في نقل وقائع وأحداث معركة أين الله. عنوان حلقتنا رسول الإسلام غير منطقي عند الشيخ الأزهر. والنهاردة هنواصل مع بعض مواكبة الشيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب لرسول الإسلام، وإزاي هيفهمه غلطه وإزاي كمان هيصحح لرسول الإسلام، وإيه اللي يصح يقوله وإيه اللي ما يصحش يقوله. نبتدي مع بعض ونشوف الفيديو اللي جاي. لا يمكن ومستحيل، هو هكذا، هذا سؤال من هذا النوع، لذلك لابد أن يكون السؤال منطقيا. أنا بكرر كلام الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، هو بيقول إن السؤال اللي سأله الرسول الجارية غير ممكن ومستحيل وسؤال غير منطقي. وزي ما شفتوا معايا رسول الإسلام بيسأل أسئلة غير منطقية. يا سلام يا سلام عليك يا شيخ الأزهر، وإنت بتفهمنا أخطاء رسول الإسلام. وهنشوف مع بعض كمان هيقول إيه في الفيديو اللي جاي. هذا سؤال من هذا النوع، هو هكذا، هذا السؤال من هذا النوع. سمعت يا مسلمين، الرسول الذي لا ينطق عن الهوى كلامه غير منطقي، يعني غير مفهوم. وفي إيه؟ في العقيدة. العقيدة الإسلامية قائمة على كلام غير منطقي قاله رسول الإسلام، وطالما إن الرسول قال كلام غير منطقي وغير مقبول ولا يمكن يعني إننا نقبله، يبقى مستحيل إن إحنا نقبل السؤال ده. والمصيبة إن رسول الإسلام أفسد العقيدة أكتر وبقى يقول كلام غير منطقي. يعني ممكن نقول إن الرسول كان بيهزي أو يهجر. فهنا بقى يجي دور الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب علشان يصحح هذه الأخطاء الكارثية اللي عملها رسول الإسلام واللي كانت سبب الفتنة بين المسلمين. وعلشان ما نظلمش رسول الإسلام هنقول إنه في البداية وقع في الأخطاء دي من غير عمد، يعني من غير ما يقصد. وهديكوا أمثلة على لما الرسول ساعات كده كان بيقع في أخطاء، ونشوف مع بعض سورة التحريم واحد اللي هي بتقول يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك وتبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. تفسير ابن كثير بيقول لنا إيه؟ اختلفوا في سبب نزول صدر هذه السورة، فقيلة نزلت في شأن ماريا وكان رسول الله قد حرمها، فنزل قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. كمان هنشوف تفسير القرطبي قال ايه في تفسير الآية دي. تفسير القرطبي بيقول الأولى قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كان ينكس عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا، قالت فتواطأت أنا وحفصة أن أيتنا ما دخل عليها رسول الله فلتقل إني أجد منك ريح مغافير، أكلت مغافير فدخل على إحداهما فقالت له ذلك، فقال بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له، فنزل لما تحرم ما أحله الله لك إلى قوله إن تتوب لعائشة وحفصة. زي ما شفته في تفسير ابن كثير أو تفسير القرطبي، سواء اللي حرمه ده كان ماريا القبطية أو اللي حرمه ده كان عسل، الله لحق الرسول وقال له إيه لما تحرم حل الله لك وتبتغي مرضى أزواجك، سواء حرم ماريا أو حرم العسل مش مشكلتنا دلوقتي، الله لحقه. ما أقول الله يلحق الرسول في حاجة هايفة زي مثلا العسل ويسيب ويلخبط في العقيدة كده يعني وما يصححش لي أي حاجة؟ فين الله في الموضوع؟ ليه الله مش بيصحح للرسول في سؤاله للجري أين الله؟ واستنى كده يعني 1400 سنة غاية ما شيخ الأزهر الدكتور أحمد طيب يجي ويصحح لرسول الإسلام. لما رسول الإسلام يغلط غلطة في العقيدة، وبسبب الغلطة دي بتحدث فتنة بين المسلمين من أيام الرسول لغاية دلوقتي. يعني من الآخر دي مؤامرة بين الله والرسول علشان يضللوا المسلمين. يعني الله مش عاوز
حد كده يدخل الجنة لما يبعت ليهم رسول يضللهم في العقيدة، وبالتالي يبقى كده الله ظالم وبرضه يطرف في المؤامرة دي لأنه سكت وما صححش أخطاء الرسول في العقيدة. لكن بعد كده الله عرف إن ده خطأ وظلم، فقال إيه؟ قال أنا بقى لازم أبعت شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب اللي هيصحح أخطاء الرسول الغير منطقية، وده اللي هيقوله في الفيديو اللي جاي ونشوف مع بعض. هذا سؤال من هذا النوع، لذلك لابد أن يكون السؤال منطقيا. أن تسألني أين يوجد، تقول لي هذا السؤال فعلا يصح حين يكون المسؤول عنه مما يأخذه المكان ويحيط به المكان ملموسا ملموسا محدودا محدودا. ويبدأ الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب يصحح أخطاء الرسول في العقيدة، ومش كده وبس، ده إحنا هنكتشف مع حضراتكم إن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بيتهم رسول الله إنه ما يعرفش أي حاجة عن العقيدة. وياريت كده وبس، لأ ده رسول الإسلام اخترع عقيدة غير منطقية لازم يصححها شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وده اللي شفناه حرفيا من كلام شيخ الأزهر، ونشوف الفيديو اللي جاي. لذلك لابد أن يكون السؤال منطقيا. أن تسألني أين يوجد، تقول لي هذا السؤال فعلا يصح. وبعد ما وضح لنا شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب إن كلام رسول الإسلام في ذات الله لا يقبله العقل ومش ممكن ومستحيل، وسؤاله للجارية غير منطقي، وعدم فهم الرسول للعقيدة وكلامه غير المنطقي هو سبب الفتنة بين المسلمين في العقيدة اللي المفروض ان الرسول يوضحها بكلام منطقي، لكن رسول الاسلام خان الامانة وحرف الرسالة وبقى بيهزي بكلام لا يقبله العقل. وهنا بقى يجي دور الامام الاكبر شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب ويصحح الاخطاء الكارثية في العقيدة اللي عملها مين؟ اللي عملها رسول الاسلام، ونشوف هيقول ايه في الفيديو اللي جاي، نشوف مع بعض. لذلك لابد أن يكون السؤال منطقيا. أن تسألني أين يوجد، تقول لي هذا السؤال فعلا يصح. وزي ما شفت حضراتكم شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بيقول إن سؤال رسول الإسلام للجارية أين الله كان خطأ وغير منطقي ومجرد هزيان، إزاي تسأل أين يوجد الله؟ وعشان يبقى السؤال منطقي وصحيح هنشوف مع حضراتكم الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب وهو بيصحح أخطاء رسول الإسلام في العقيدة بذات الله، وبيعمل للعقيدة نسخة منطقية في مستوى العقل البشري مش زي رسول الإسلام اللي أسئلته غير منطقية. وشوفوا معايا الفيديو اللي جاي هيقول. لذلك لابد أن يكون السؤال منطقيا. أن تسألني أين يوجد، تقول لي هذا السؤال فعلا يصح حين يكون المسؤول عنه مما يأخذه المكان ويحيط به المكان ملموسا ملموسا محدودا محدودا. زي ما شفت حضراتكم الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب هو بيقول إن السؤال بأين هيكون سؤال منطقي صحيح عن حاجة يحيط بها المكان، حاجة ملموسة محدودة. فهم يا رسول الله؟ شيخ الأزهر بيقولك إيه؟ هل الله يا رسول الله ملموس محدود ويحيط به المكان؟ ونشوف الشيخ الفوزان وهو بيقول إن اللي سأل السؤال ده الرسول، هل الرسول مخطئ؟ ونشوف مع بعض. الرسول قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة. فيكون الرسول إذن مخطي إنه سأل قال أين الله. الرسول قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال أعتقها فإنها مؤمنة. فيكون الرسول إذن مخطئ إنه سأل وقال أين الله. وزي ما شفت حضراتكم إن الشيخ صالح الفوزان بيقول إن رسول الإسلام هو بنفسه اللي سأل الجارية أين الله. يعني شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بيقول حرفيا إن سؤال رسول الإسلام للجارية أين الله مش منطقي وغير صحيح، لأن رسول الإسلام إما إنه ما بيعرفش إن الله لا يحيط به المكان وإن الله مش ملموس ومش محدود، أو إن الرسول يعرف الكلام ده لكن عاوز يعمل فتنة بين المسلمين في العقيدة اللي المفروض إنه يوضحها بشكل عقلاني ومنطقي، لكن الرسول الإسلام عمل إيه؟ عمل العكس. هنا بقى إيه؟ إلى أن ألهم الله الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب إنه يصحح العقيدة الإسلامية أو تقعيد مذهب جديد. يا مسلمين تصوروا المفاجأة اللي هتشوفوها معايا الحلقة الجاية، ده شيخ الأزهر بيصحح عقيدة رسول الإسلام في ذات الله، والأسئلة اللي المفروض تتسأل، وإزاي الرسول المفروض يكون منطقي. وتابعوني الحلقة الجاية
علشان نواصل مواكبة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب لرسول الإسلام وتصحيحه لي، وألتقي بكم في الحلقة القادمة. لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا. ما أنت ترد بعقلك ونقبل بعقله، ودي يرد بعقله وتنكر بعقله، يبقى الدنيا بقى ولعوبة.